السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في تريلر رياكشن جديدة من فيلم جامد. والفيلم اللي هنعمل رياكشن للتريلر بتاعته النهاردة هو اد استرا. اد استرا هو احد الافلام اللي ظهرت التريلرز بتاعتها في كوميك كون سان دييجو اللي شغال دلوقتي، واللي التريلرز والاخبار عمالة تتناثر منه في كل ساعة. وانا صراحة اخترته هو لانه حاجة غريبة قوي الصراحة، يعني هو ايه، لا جزء تاني من فيلم ولا ريبوت ولا يونيفرس ولا سيكول ولا بريكول ولا عيكول ولا اي حاجه من الكلام. مش عارف ازاي بيعملوا افلام زي دي لغايه دلوقتي. لا بجد والله، فيلم اللي هو حتى سيناريو اصلي مش متاخد عن حاجه منعشه كده، اللي هو السينما الكلاسيكيه دلوقتي بالنسبه لنا بقت اختراع. وطبعا احنا مترقبين افلام اكتر وتريلرز اكتر واخبار اكتر تطلع من الكوميك كون، وكل ما حاجه تطلع هتلاقوا لها تريلر رياكشن عندنا ان شاء الله، بالاضافه للنشرات بتاعه باز اللي ابتدت مره اخرى، فيا ريت تتابعونا هناك علشان كل الاخبار المهمه هيبقى لها تغطية عندنا. ويلا بينا نخش في التريلر المهمة اللي كالعادة ما شفتهاش ولا مرة هشوفها معكم دلوقتي الأول مرة، فيلا بينا. This is Major Roy McBride. I'm attempting to reach Dr. Clifford McBride. This is Dr. McBride's son. Dad, I'd like to see you again. I recall how we used to watch black and white movies together, and musicals were your favorite. I remember you tutoring me in math. You instilled in me a strong work ethic. You should know I've chosen a career that you would approve of. I've dedicated my life to the exploration of space. And I thank you for that. What is happening out there is a crisis of unknown magnitude. We believe your father may be involved. My father's dead. What exactly are you requiring from me? Exploration isn't always a noble venture. We have to hold out the possibility that your father may be hiding from us. حلو الكلام، حلوة التريلر قوي على المستوى البصري وعلى المستوى السمعي بالتحديد، جذابة جدا ومثيرة جدا للاهتمام، ومديالك مشاعر متضاربة، مديالك دخول في أجواء مختلفة. هو مبدئيا على صعيد القصة، المفروض ان دي قصة رائد فضاء بيدور على أبوه اللي خرج في مهمة فضائية برضو، والناس اعتبرته مات، ولكن بتحصل ظواهر بقى مش مشروحة حتى في التريلر دي بنعدي عليها بشكل سريع. على الجانب السطحي ممكن نقول ان فيها بعض المغامرات وبعض الاكشن، ولكن اعتقد ان وزنها الاتقل هيبقى على الجانب الفلسفي، وده متغشش لي انا شخصيا من خلال التجربة البصرية والتجربة السمعية. المزيكا جبارة، حلوة جدا جدا جدا، والشوتس اللي متاخدة بتفكرنا بالافلام الفضاء التقيلة القديمة، سبيس اوديسي وحاجات من هذا القبيل، فاعتقد ان الفيلم بيرفع البار على نفسه شويتين، وانا احب اللي يتحدى نفسه، خصوصا في فيلم على ما يبدو تجاريا في اسباب كتير جدا ما تخليهوش جذاب، بس انا انجذبت عن نفسي يعني. تعالوا نفصص الشوط الاولى، الكادر الاول، كادر بيتكلم مش محتاج كلام كتير، يعني محاولة مخاطبة الاب. براد بيت من الناس المحترمة جدا يا جماعة، خصوصا مؤخرا، الراجل بيشتغل، الراجل ما بيقعدش همدان، حتى لو ما فيش ادوار يشتغلها بيدور على مشاريع وبينتجها ويشارك فيها باي شكل من الاشكال. خشوا على IMDB وشوفوا لستة الافلام بتاعته، سواء على مستوى التمثيل او على مستوى الانتاج، ما بيهمتش، حقيقي حقيقي احترامات كتير جدا للراجل ده. تومي لي جونز، انا احب الافلام اللي فيها الاوزان التقيلة دي، بس اتمنى انه يكون
حقيقي موجود في الفيلم، مش مجرد صور فوتوغرافية ليه وهو صغير يعني. مخرج الفيلم هو جيمس جراي، وجيمس جراي عليه بقى ايه شوية علامات استفهام الصراحة، ما تخليكش ايه تأمن له سريعا كده. الراجل ده ليه قبل كده افلام كويس، ملوش فيلم اقدر اقول عليه وحش او محبط حتى. عمل قبل كده The Yards، We Own the Night، Two Lovers، Immigrant، The Lost City of Zed، شفتهم كلهم واقدر اجمع على صفة اساسية فيهم جميعا، وهي محاولة ملحمة الفيلم اكثر مما يحتمل. افلام فيها قصص مباشرة حلوة جميلة، بتاع الراجل مصمم ان هو يقدم لك ملحمة، واللي باين من التريلر دي لا ينفي انه غالبا ماشي في نفس السكة في الفيلم ده كمان. كادر 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 قوي بقى، كادر موت. جون اورتيز يا جماعة، الراجل ده ممثل محترم جدا جدا جدا، ومن الناس اللي مقاييس الشعبية دست عليه، والصراحة في ظلم كتير للنقطة دي، لانه حقيقي ممثل عنده امكانيات رائعة. هنا بقى النقطة اللي بنتكلم عنها في موضوع الظواهر الغريبة اللي بتبتدي تظهر واللي بتهدد الحياة على الارض، حسب الوصف اللي موجود على IMDB او اللي موجود في اي حتة تانية، واللي على ما يبدو الاب اللي هو الشخصية اللي بيجسدها تومي لي جونز ليه دور فيها. اه يا نايامة يا حلاوة. دي النقطة اللي بيكتشف فيها او اللي بيقولوله فيها انهم مشتبهين في ان ابوه لسه عايش، وان هو المتسبب او التجارب اللي هو بيعملها هي اللي تسببت في الظواهر الغريبة اللي بتحصل ديت. الراجل جاي يمثل برضه. فيشولز انا مش هقعد وراهم كادر كادر بقى يعني. انا في المشاهده الاولى للتريلر حسيت ان هما 3 4 كادرات اللي علموا معايا، ولكن وانا بتفرج عليها تاني دلوقتي لا، هو مفيش كادر يتساب. ودي النقطه اللي بتكلم عنها، ان في عنصر ليه علاقه بالاكشن، في عنصر مغامره، في حاجه مباشره كده شويه يعني، وحلوه شكلها حلو قوي. فده تومي لي جونز في رساله يبدو ان هي حديثه يعني. الراجل موجود في الفيلم والنبي ياخد وقته، انا عاوز تواجد مش عاوز رمز. وعندنا العملاق الاسطوري التنين الكينج كونج دونالد ساذرلاند. روث نيجا من الناس اللي توقعنا لها تواجد كثيف جدا بعد فيلم لوفينج، ولكنها تراجعت، بلاش نقول اختفت، والمره دي موجوده في فيلم مهم اهي، اما نشوف. ليف تايلر الله يرحمها برضو رجعت تاني اهي. بص يابا، بص يابا الحاج، بص يا استاذه، بص يا باشمهندس، بص يا دكتور. 20 سبتمبر يا رب بشاير موسم الجوائز ترحمنا من اللي حصل لنا في الصيف، وتقدم لنا حاجات على قد المستوى بقى لحسن. احنا تعبنا السنه دي من السينما، والصراحه الموضوع كان محبط جدا لغايه دلوقتي، ومعتمدين على اخر كام شهر ان هم ينقذوا الليله. زي ما قلت الفيلم ده ليه احتمالات كتير، بيحتمل أجواء مختلفة، ممكن يكون فيلم مباشر، ممكن يكون فيلم رمزي، ممكن يكون فيلم ممتع في المشاهدة، ممكن يكون فيلم مرهق في المتابعة، ممكن يكون فيلم فلسفي، وأنا خايف بس من إنه يتجه للجانب الملحمي أكتر من اللازم. زي ما بقول كده، الرجل المخرج ده بيصدق نفسه أكتر من اللازم. والحقيقة أنا من خلال التريلر اتكلمت في كل حاجة كنت عايز أتكلم عنها، اتكلمنا عن الممثلين، اتكلمنا عن الأجواء، اتكلمنا عن المخرج كاتب السيناريو أو المشارك في كتابة السيناريو مع المخرج، اسمه إيثان جروس، اغلب شغله تلفزيوني مش سينمائي. فبس كل حاجه، واحب انا برضو التريلر اللي تدي لك كل حاجه تلاقي نفسك خلصتها مع المشاهده دي. سلام سلام، يا ريت كل التريلرز زي حضرتك يا استاذه أدا أسترا. عشان خاطر الموضوع ده بس، نسبه ترقبي هتبقى 9/10، لان انا خايف من اخونا جيمس جراي ده برضو، مش عايز اطمن له يعني، بقيت ايه بحرس من الافلام. بس عموما دي نسبه ترقبي انا، الاهم منها نسبه ترقبكم انتم. يا ريت تساهموا بيها في الكومنتس، ويا ريت تقولوا لي بالنسبه للتريلرز اللي بتظهر في الكوميك كون، تقولوا لي الاولويات بالنسبه لكم عامله ازاي عشان احاول اواكبها. الف شكر لحضراتكم على المشاهده، يا ريت تعملوا شير ولايك للحلقه لو عجبتكم، اشتركوا في القناه وشغلوا جرس التنبيهات عشان تجيلكم الحلقات اول باول، وتابعوني على فيسبوك وتويتر، وباص بقى عشان موضوع الاخبار ده، وباي باي.